اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. احمد ثابت، زكي ابو حميد، الحمد لله تمام. ايضا كريم سعيد. زكي كريم، ازيك يا تسلم. خليني ابدا معاكم اولا، ومن اهم ما حدث بعد وفاه كابتن احمد رفعت امور كثير جدا انا بشوف ان هي هتتغير في كره القدم والرياضه المصريه خلال الفتره القادمه، ولكن من اهم الحاجات او من اهم الاخبار الجيده اللي سمعناها النهارده وهي تغيير مواعيد مباريات كرة القدم من الساعة 4 للساعة 5:30، وأعتقد ده شيء مهم جدا جدا كلنا كرياضيين وكمحبين لكرة القدم كنا بنطالب به. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية البقاء لله في الرياضة المصرية كلها، إن الله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمه كده ويصبر أهله ويسكنه في سيح جناته إن شاء الله. بالتأكيد تغيير مواعيد المباريات يعني كان حاجة ضرورية جدا، زي ما احنا شايفين. يعني انا بشوف دايما ان حتى قبل ما الموسم يبدا لكل الرياضيين او لكل اللعيبه لازم يكون في، مش مجرد في البدايه بس، يعني في بعض الانديه الكبيره اللي هي زي النادي الاهلي، الانديه الكبيره بس هي اللي بتعمل الكلام ده، ان هي بتعمل فحص في بدايه كل موسم للعيبه. انا بشوف لا، ان الفحص ده يفضل ان هو يتعمل كل 3 شهور كمان، ان اللعيبه كمان تعمل رسم قلب وتعمل ايكو وتعمل فحوصات، تعمل تحاليل كامله، فده بيفرق معاها كامل. اما بالنسبه للمواعيد المباريات بقى، مواعيد المباريات مهم جدا جدا. الميعاد يا جماعه درجه الحراره بقت بتوصل 38 و39، فان هم يلعبوا الساعه 4 كانت بصراحه يعني الدنيا بتبقى صعبه قوي، يعني ان هم يلعبوا الساعه 4 دي حرام يعني بصراحه. فكانت 5:30 دي 5:30 افضل شويه، وان كانت برضه هتظل حر شويه بس افضل من 4 بالتاكيد. يعني لا 4 دي الشمس بتتكسر تقريبا يعني شويه بعد 5، تحس ان الحر بدا يفك شويه بعد 5 شويه. فدي كانت حاجه ضروريه جدا ان احنا نشوفها. وبرضو اللي عايزين برضو بعد كده مواعيد الصلاه بقى، يعني في برضو بعض المباريات بتيجي بتضيع على الناس مثلا صلاه المغرب والعشاء، دي اللي ان شاء الله نتمنى ان هي تتظبط في الفتره الجايه. يعني كريم، طبعا تعديل مواعيد ده اعتقد قرار مهم جدا عشان صحه اللعيبه، ويعني في بعض الناس ممكن تقول يا جماعه يعني ساعه ونص هتفرق؟ هتفرق كتير لاي حد مارس رياضه. ببساطه انت لما يعني مباراه تتلعب من 5:30 لغايه 7:30 مختلفه تماما ان هي تتلعب من 4 ل 6، خصوصا كمان ان الشوط الاول بكل امانه احنا حتى بنشوف النهارده اللي بيتفرج على مباراه الدوري اللي هي الساعه 4 بيشوف الووتر بريك، فعلا اللعيبه بتبقى واقفه، الوضع صعب جدا. وطبعا مش اكيد مش عايز انسى طبعا ان انا عزي اهل احمد رفعت ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال ويصبر اهله. اكيد طبعا يعني فجعه للرياضه المصريه، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني نتفاداها بعد كده باذن الله. عن طريق احمد قاله ده نقطه مهمه، طبعا موضوع التحاليل الطبيه قبل الموسم ووسط الموسم، نتمنى ان الحته دي تبقى عندنا بشكل مستمر. طالما انت بتلعب رياضه كابتن اسلام، فالرياضي لازم يكون دايما معاه متابعه. صحيح. حتى في اوروبا الامور دي هم الحاجات دي بصراحه حتى يعني بره ما بيأثروش فيها. فنتمنى ان شاء الله ان احنا برضو واحنا يعني تعب بيبقى في اوقات كتيره بناخد مننا في مواضيع اللوائح والاداريات، نتمنى برضو يا ريت يبقى عندنا برضو امور طبيه تبقى. والله انا طالبت في بدايه الحلقه النهارده انه الجهاز بتاع الافاقه واسمه ايه يا احمد؟ السي بي ار يبقى متواجد على الاقل في عربيات الاسعاف. اعتقد بيبقى ممكن جدا اعتقد مش موجود عندنا. لا موجود بيبقى في عربيات الاسعاف. هو موجود في عربيات الاسعاف، بس هي الفكره ان الصراحه يعني ان اللي بيبقى في الملعب بيبقى حاصل بس على هو مش طبيب، يعني لازم يكون في طبيب بشري. اللي بيبقى في الملعب بيبقى حاصل على كورس اسعافات اوليه. اوكي. وده مش صح صراحه، لازم يكون في الملعب يا جماعه، لازم يكون في طبيب بشري، وهو دارس الاسعافات الاوليه. يعني يكون طبيب اصلا فاهم ازاي بعمل سي بي ار، ومعاه ناس بتساعده، لان بيحتاج يعمل طبعا السي بي ار محتاج ناس بتساعد معاك اكيد 3 أو 4، لكن انا بشوف ان لازم يكون طبيب بشري، ويكون حتى سواء طبيب قلب، طبيب رعايه، الحاجات اللي هي بتاعت الاسعافات الاوليه تفضل، ده ننصح بيه. يعني زي ما حصل كده مع اللعيبه اللي بره اللي شفناها إريكسون، وحصلت مع كانو قبل كده اللي هو اللعيب النيجيري. صحيح. وتركب له ولعب بعد كده، فحصلت مع لعيبه كتير. فنتمنى الحاجه دي تبقى موجوده. ما ينفعش ماتش كوره في مصر يتلعب من غير عربيه اسعاف. في بعض الماتشات بتبقى في الدرجه الثانيه من غير عربيه اسعاف. الحاجات دي لازم ان احنا نطورها. ما عادش بقى خلاص، يعني لازم من الموسم الجديد حتى نراعي الحاجات دي.
الماتش شروط تبقى من شروط المسابقة. من شروط المسابقه ان لازم العربيات الاسعاف تبقى موجوده. صحيح. طبعا كل حاجه في الاول وفي الاخر قضاء وقدر، بس احنا بنتكلم على الاسباب ان احنا عايزين طبعا كل حاجه قضاء وقدر نطورها بايدينا بايد ربنا، ولكن ربنا بيسبب الاسباب يعني الاسباب بس احنا بنتكلم على حاجات لازم تبقى موجوده خلاص، زي ما الرياضه بقت صناعه وبقينا بنتطور. ايه يعني ان اي نادي في مصر هيخسر ايه برعايه اتحاد الكوره ان هو يعمل مثلا للعيبه كل 3 شهور تحاليل كامله، سواء فحوصات كامله، سواء ايكو على القلب، سواء رسم قلب، سواء رسم قلب بالمجهود. ده مهم جدا. هيخسر ايه؟ ولو كل شهر يا اخي يعني لا كل شهر كتير، كل 3 شهور ايكو 3 شهور يعني كل 3 شهور. في ناس تقول لك كل 6 شهور، اللعيبه ممكن كل 3 شهور مش يعني ما فيهاش قصه ما فيهاش قصه. بيقيس ضغط، بيقيس سكر، بيعمل ايكو على القلب، رسم قلب، بيعمل فحوصات كامله، تحاليل كامله، خلاص يبقى انت اطمنت على اللعيب بصفه مستمره كل 3 شهور. اتمنى ان ده يحصل خلال المرحله اللي جايه، لانها مرحله أنا متأكد أنه سوف يكون هناك تغيرات كبيرة وكثيرة خلال الفترة القادمة، لأنه ما حدث هننتظر اللجنة اللي كونتها وزارة الشباب والرياضة لنقدر نتكلم في ما حدث خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. ثابت، خلينا نتكلم فني شوية. إحنا النادي الأهلي الحمد لله أمورنا جيدة جدا، الدنيا ماشية بشكل كويس.